مرحبا. رصدت أربع أنواع جديدة من الغازات السامة اللي عم تتلف طبقة الأوزون، وهالغازات عم بتسبب ثقوب زيادة بطبقة الأوزون، وأغلب الظن أنها صادرة عن النشاطات الصناعية، وهي ناجمة عن مواد كيميائية تستخدم بمبيدات الحشرات ومواد لتنظيف القطع الإلكترونية. وأظهرت الدراسات أنه نسبة انبعاثات الغازات بيوقع بالنصف الشمالي للكرة الأرضية. وبالعودة لطقسنا، أجواء ربيعية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، هو خفيف، الرؤية سيئة خصوصا خلال الليل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، أما البحر فمائج شوي وحرارة 118 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 11 على المرتفعات 6، بالبقاع 5 والأرز درجة، ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 12 بالقبيات، 22 بجبال برمان 20، ننتقل من بعدها إلى صيدا 24 درجة، بنت جبال 19، نبطية 19، زحل 20، بعلبك 20، الأرز 10 والهرمل 24 درجة. والرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 وأقصاها 22، نهار الأحد بتتراوح بين 13 و23، والتنين بين 13 و23 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 21، دمشق 23، والرياض 25، الجزائر 23، والرباط 18، باريس 11، وبرلين 14. وهيدا كان كل شي. باي.